بعد البريك رجعنا لحتى نكمل نحن وانتم المتابعي ومشاهدي قناتنا سبورو تي في بفقراتنا المتنوعة والمتعددة لحلقتنا لليوم. بفقرة حزيلة النهر اليوم موضوعنا رح يكون موضوع حلو كتير وشيق، رح نحكي فيه عن موقع المرأة بالمجتمع المسيحي، شلون عم ينظر له المجتمع والمجتمعات بشكل عام، وكمان دورة شلون عم يكون دورة أو إيش هو دورة بالمجتمع. رح نناقش هالنقاط كلها مع الأب أفرام الفحام كاهن كنيسة مار أفرام السرياني بواشنطن. بارخ مور أبونا، أهلا وسهلا فيك معنا عبر شاشتنا سوبورو تي في. الله مبارخ بشينو بشلومو حزو يا رحيمي ومدبروني وبعدومي سوبورو تي في ياكم تودي ساقي. تودي ساقي أبونا لألك لوجودك معنا اليوم وللوقت اللي عطيتنا ودائما لاختيارك هالمواضيع المهمة والشيقة لحتى نناقشها خلال حلقاتنا. أبونا بالبداية مثل ما ذكرتوا رح يكون موضوعنا عن المرأة، نقدر نبلش بنقطة البداية، شلون المجتمع عم ينظر للمرأة أو موقع المرأة حسب المفهوم السائد أو تنقول المفهوم التقليدي. إذا جينا نحكي عن المرأة نحن أمام قضية في الحقيقة سميتوها قضية. ليش؟ لأن إذا دائماً إذا نشوف القضية السياسية هي تعبر عن مأساة حصلت في السابق ومستقبل مجهول وحاضر قلق، ولكن القضية المسيحية قضية تفرق تماماً عن القضية في المفهوم السياسي. القضية المسيحية مبنية على حقيقة سابقة حدثت ورجاء مستقبلي راح يحدث يوم من الأيام مبني على الحقيقة السابقة وعلى حاضر. هذا الحاضر مربوط في الماضي ومربوط أيضا في المستقبل. محور هذا الموضوع كله هو المرأة. فإذا جينا نحكي عن المرأة وناخذها بالمجتمعات بشكل عام من خلال الخبرة البسيطة اللي عشناها في المجتمعات الشرقية واليوم في المجتمعات الغربية، وجدت أنه في المجتمعات الشرقية كثير من المجتمعات تريد تخفي المرأة، تخفيها من ناحية الكيان، تخفيها من ناحية الفكر، تخفيها من ناحية الوجود، من ناحية العمل. والمجتمعات الغربية يعملون عكس هذا تماماً، حيث المجتمعات الغربية الكل كل شخص عنده شيء يريد يروج عنه، أو كل شركة أو كل جروب عنده شيء يريد يروج عنه، فأسهل طريق لألم هو المرأة. طبعاً إحنا لكن أبونا بالمجتمعات الشرقية عم نشوف إنه المرأة إذا اشتغلت مثل الرجل عم تطلع ناجحة، ومرات كمان عم تطلع أنجح من الرجل بعملها، وكمان عم نشوف بالآونة الأخيرة المرأة صار عم تفتح لها مشروع أو عم تفتح لها شغل هي لحالة وعم تعتمد على نفسها، وممكن كمان عم تقدر تعيش عائلتها. صحيح، هذا الأمر صحيح 100%، ولكن هذا الأمر هو في مجتمعات معينة متحضرة متفتحة. صحيح. لربما حتى هاي المجتمعات إذا حكينا عليها تشوفين يطلبون من المرأة أنه كما أنه المرأة تكون في المنزل تكون بالعمل كذلك. يعني ما أقصد السرثة أنه المرأة في العمل وكأنه ليس لها مسؤوليات منزلية معينة، وعندما تعود إلى المنزل المرأة وكأنه ليس لها مسؤوليات في العمل. فهذا أيضا إذا صح التعبير نقول يهز من كيان المرأة نوعا ما. فأرجع إلى سؤالك سبارثا اللي سألتينه بالبداية، اللي هو مفهوم المجتمعات السائد إلى المرأة. راح أجاوب بنقاط بسيطة. راح أقول أول شيء، هنالك ادعاء أنه تفوق جنس الرجال على جنس المرأة، وهذا ادعاء بالحقيقة هو غير صحيح على الإطلاق. كثيرين اليوم أنه يقولون نعم الرجال متفوقين في جوهرهم وفي طبيعتهم على النساء، أو جنس الرجال على جنس المرأة. خطورة هذا الموضوع في بعض الأحيان عندما المرأة تصدق هذا الحديث أنه
الرجل متفوق عليها بكل شيء، وهي لا تستطيع أن تفعل شيء بدون الرجل، أو لا تستطيع أن يكون لها كيان بدون الرجل. ولكن إذا شفنا الصفحات الأولى من الكتاب المقدس راح نشوف أنه المرأة أو يكمل كيان المرأة بأنها مخلوقة على صورة الله، وهذا موضوع مهم جدا. يقول لنخلق الإنسان ونعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فعل الإنسان وخلق الإنسان على صورته، خلقهما ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى. إذن أنه المرأة هي صورة لله. ولكن حتى أوازن هاي المعادلة، أول شيء أنا راح أذكر وأقول أنه نعم نحن نؤمن بالاختلافات، الاختلافات الطبيعية اللي بين الرجل والمرأة، الاختلافات من ناحية الأدوار. نعم الرجل والمرأة مختلفين في الأدوار، لكل منهما دور معين مجتمعي ومنزلي في ذات الوقت، ولكن هاي الاختلافات ما تمنع التساوي على الإطلاق. فالرجل والمرأة متساوين في كل شيء، متساوين في القيام، متساوين في الوجود. ما نقدر نقول احنا انه جنس الرجال متفوق على جنس المرأة في شيء معين. نعم مختلفين في الأدوار، ولكن متساوين في الجوهر، متساوين في القيمة. الأمر الثاني أيضا اللي أريد أنا أتكلم عليه هو الشركة ما بين الرجل والمرأة. حقيقة الشركة ما بين الرجل والمرأة ليس هي مصارعة، بل هو تكامل وتكافؤ. فاليوم نشوف كثير من المجتمعات بشكل أو بآخر بيختزل دور المرأة بمجرد كائن يقوم في أعمال منزلية معينة. لا، يعني هاي المشكلة، هاي النظرة اليوم موجودة في قسم من المجتمعات، أنه المرأة أنه توجد في مكانات معينة، عفوا في المنزل فقط لأمور معينة، ما يعمل الرجل، لأن هذه الأمور هي لا قيمة لها. فعندما تشوفين عندما يعود الرجل من العمل يطلب الخدمة من المرأة، وكأنه هو موجود في حضرة أنثى فقط تلبي له احتياجات خدمته من ناحية الأكل والشرب وغيرها، وليس في حضرة كيان مخلوق على صورة الله. وهون حقيقة هذا ليس خلينا نقول ما هو انتقاص من الامرأة، بل هو نقص موجود داخل الرجل الذي يفعل ذلك. وهذا النقص يوصل الرجل إلى مرحلة بأن يكون فقط ذكر مستهلك وليس رجل مثمر. ولكن العمل ما بين الرجل والامرأة هو عمل متناغم كامل. هذا العمل المتناغم يبدأ من الشركة مع الله أولاً، ثم الشركة مع بعض لبعض. الأمر الثالث اللي حكيتي عليه مسبرثة أحب أيضا أرجع له، هو عمل المرأة اليوم. يعني عمل المرأة اليوم المرأة تدخل في جميع مجالات الحياة، وهذا الشيء حقيقة هو حق، وليس هو خلينا نقول إعطاء فد موضوع أنه فقط لتكريمه، لا، هو حق مشروع. ولكن مثل ما ذكرت أنه الكل يطلب من المرأة في العمل بشأنها شأن الرجل، وكأنها ليس لها أمور منزلية أخرى ستقوم بها مثل أمور جوهرية تربية الأولاد. ومن أحكي على تربية الأولاد، أنا ما أحصر الموضوع بأنه تربية منزلية فقط، بل بناء مجتمع كامل، بناء مجتمع كامل. والأمر الثاني أيضا، عندما تعود المرأة إلى المنزل ينظرون إليها وكأنه ما كان إلى مسؤوليات خارجية قد تقوم بها هاي المرأة. لذلك أنه من المفترض أن عندما تعمل المرأة وتعود هاي المرأة إلى المنزل، أنه خلي يقول كعائلة مسيحية، الرجل والامرأة يجلسون مع بعضهم، يجب أن تسأل هاي المرأة شلون كان يومك، شنو اللي عملتينه، شنو اللي محتاجته، شنو اللي هذا، ما هو دعم، بل هذا هو حقيقة، هو واجب.
ليش قال ربنا، قال أما قرأتم أنه يكونان الاثنان جسدا واحدا ليس هما بعد اثنين بل هما جسد واحد؟ يعني الأفكار تكون واحدة، التطلعات تكون واحدة، شعور بالآخر يكون واحد. هذا الأمر مهم جدا جدا. لذلك تشوفين أنه حتى في الكتاب المقدس إمنا العذراء عندما أعلنت أنه جميع الأجيال تطوبني، بالمقابل أنه خلينا نقول المرأة التي متمثلة بإمنا العذراء يقولون يقومون أولادها ليطوبونها ورجلها ليمدحها. إذن هذا التناغم يعطي للمرأة القوة ويعطي للمرأة الدعم المعنوي في بناء المجتمع. تمام أبونا. أبونا هلا إذا بدنا نحكي عن نظرة المسيحية، شلون عم تكون نظرة المسيحية عن المرأة، أو بمعنى آخر المرأة بالفكر المسيحي؟ أول شيء إذا جيت وحكيت عن النظرة المسيحية للإمرأة راح أقول أنه المرأة المسيحية غير متمثلة بحواء على الإطلاق، بل متمثلة بإمنا العذراء مريم. يعني إحنا ما نطلق على كمسيحيين ما نطلق على المرأة جنس حواء من نسمع في بعض الأحيان في مكانات أخرى، لا، المرأة ليست فقط من جنس حواء، هي غير متمثلة بحواء بل هي متمثلة بإمنا العذراء مريم. وهذا ما أعلنه القديس العظيم الرفرام السرياني عندما دخل الرها وعمل جوقة من الفتيات، أقلم أنه جدتكم حواء قد أخرستكن من ناحية الترميم، أما أمكم مريم العذراء فقد فتحت أفواهكن لكي تسبحون وتمجدون الله. فالمرأة في المسيحية متمثلة بإمنا العذراء مريم. إذا جينا حكينا عن دور المرأة وربطناه في إمنا العذراء مريم، راح نشوف أنه المرأة في المفهوم المسيحي هو كيان عظيم جدا جدا جدا. إذا حكيت عن إمنا العذراء مريم وعن أمومة إمنا العذراء مريم، راح أحكي يمكن ما يكفينا 10 حلقات حتى نغطي هذا الموضوع، أنه إمنا العذراء مريم وأمومتها، ولكن راح أختصر بما يأتي. أول شيء، المرأة بالنظرة المسيحية هي جوهر الحياة، وهي التي تعطي الحياة، وحقيقة هذا المفهوم ومفهوم كتابي بحت. أعظم شيء بالمسيحية وأعظم شيء بالتاريخ البشري صار هو التجسد الإلهي، ربنا صحيح. يسوع المسيح الله عندما ظهر في الجسد، ومنه أول شخص سمع في التجسد وبشر في هذا التجسد كان من العذراء. صحيح. إذا قلنا من العذراء يعني المرأة، الشيء الأول. الأمر الثاني أيضا اللي أحب أحكي عنه في التجسد، من العذراء هي أول وحدة حملت ربنا يسوع، هي أول وحدة أطعمت ربنا يسوع. الرسول العظيم ماربولوس يربط من العذراء في التجسد في آية رهيبة وعظيمة جدا، يقول ولما تم ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس لننال التبني. فيربط ماربولوس التبني بالامرأة، وكأنه يعطينا ماربولوس صورة للأمومة عن إمنا العذراء. فإذا قلنا مفهوم المسيحية أو ما هي نظرة المسيحية للمرأة، أول شيء راح أحكي عنها أنه المرأة هي جوهر الحياة. المفهوم الثاني أيضا اللي أحب أتكلم عليه أنه المرأة هي الشاهدة وهي المشجعة. يعني شوفي، احنا عندنا في المسيحيه اذا اخذنا اليصابات مثلا، اليصابات اللي اول شخص لربما شهدت على ان العذراء على انه هي ام الله، وشهدت ان الله سوف يتجسد عندما ذهبت ام العذراء مريم بعد البشاره مباشره الى اليصابات، صرخت اليصابات وقالت من اين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب. هذا موضوع حقيقة عظيم جدا. تشوفي شهادة أخرى أيضا، عمل الروح القدس مع نساء كثيرات، عمل مع الروح القدس مع حنة النبية اللي مصعد ربنا يسوع إلى الهيكل وهو عمره 40 يوم فقط، وعوفت هذا هو خلاص إسرائيل، وقامت تسبح الرب وتهتف بين المنتظرين
فداء لإسرائيل في الهيكل. وهكذا أنه كثير نساء سمعوا بالرب يسوع وقبلوا الروح القدس أكثر لربما من جنس الرجال في ذلك الوقت. الأمر الثالث، قلنا أنه المرأة هي جوهر الحياة، المرأة هي الشاهدة وهي المشجعة، المرأة في المسيحية هي ينبوع الحب. إذا حكيت عن أن العذراء كينبوع الحب، أيضا راح أقول كسبرتا أمر أنه ما راح أخلص، لأن أعتبرها حالة خاصة جدا في الحب. ولكن اللي جذب نظري من خلال حب المرأة وإعطاء للحب هي امرأة ذكرها الإنجيلي لوقا، وهي الامرأة لم يذكر اسمها احتراما لشخصها، لأن ربط اسمها مع الخطيئة، دعيت بالمرأة الخاطئة. شوفي هاي المرأة الخاطئة يسوع وصفها وصف عظيم جدا، قال حبت كثيرا ولذلك غفر لها كثيرا. ولكن هذا الحب اللي أريد أنا أركز عليه إنه حقا، يسوع كان في بيت الفريسي، ومن نحكي إحنا على بيت فريسي نحكي على بروتوكول، هو عبء في الحقيقة، حركات معينة هي عبء على الإنسان. الفريسيين كل ما كانوا يعيشونه في ذلك الوقت هو البروتوكول والقانون، وأصبح القانون اللي يرفضونه على الناس هو عبء. هاي الامرأة دخلت إلى بيت الفريسي، وكان يسوع حاضر في بيت الفريسي، كسرت كل القوانين في محبتها. شوفي فرطت شعرها أمام مجلس الرجال، وهذا كان غير مقبول لدى اليهود، ولذلك أنه حاولوا ينتقدوها، ولكن محبتها وصلت إلى ربنا يسوع لمن دهنت رأسه بالزيت، ولمن غسلته بالدموع ومسحته بشعره، وإلى آخره من هاي الحركات الجميلة والرائعة جدا جدا. يسوع وصلت هاي المحبة، إذا صح أو جاز لي أن أقول، إلى قلب يسوع مباشرة، ووصف يسوع إنها أحبت كثيرا ولذلك أعطي لها الكثير أو وفر لها الكثير. الأمر العظيم في هاي الحادثة اللي حكيت عليها، اللي لوقا يعلق في أبو القديس العظيم لوقا البشير يعلق في الإصحاح اللي بعده، يقول وعلى أثر ذلك كان يجول في كل مدينة وقرية يعلم ويبشر، كان يتبعه الرسل الاثني عشر ونساء أو وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، يعدن مريم ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة. ويكمل العبارة لوقا البشير يقول وأخر كثيرات كنا يخدمن من أموالهن. شوفي أول شيء نشوف أنه هذا التناغم اللي كان ما بين النساء اللي شوفينا من أمراض ومن أرواح شريرة، ومع مريم ويوانا امرأة خوزي. يوانا امرأة خوزي اللي هي خوزي وكيل هيرودس، يعني امرأة وكيل رئيس الدولة، يعني النساء اللي كانوا يتبعون يسوع في ذلك الوقت ما كانوا فقط نساء عاديات، بل كانوا أيضا من شخصيات البلد الموجودين في هذيك الفترة. في الحقيقة أنه ربنا يسوع أخذن أو أعطى مكانة كبيرة للإمرأة في الخدمة منذ ذلك العصر. أيضا المرأة هي القابلية العظمى على قبول الإيمان. شوفي ربنا يسوع حكى كثير عن موته وعن قيامته، التلاميذ بقى في بالهم، يعني جينا أخذنا التلاميذ خلينا نقول جنس الرجال، بقى في بالهم أنه شلون يرد الملك لإسرائيل، شلون يحرر إسرائيل من الرومان وإلى آخره. ولكن كان امرأة عظيمة كانت مريم اللي كان حفظت له هذا الطيب لتكفينه، راح جابت الطيب وسكبته علينه. ليش سكبته علينه؟ لأنها مؤمنة بقيامته، أنه ماكو داعي بعد الطيب ما دام أنت راح تقوم، وكانت مؤمنة أنه لا يدع تقيه يرى فسادا. أيضا أمر آخر، المرأة هي القوة، ونشوفها في الكتاب المقدس على أنه كل الرجال تركوا الرب يسوع في ذلك الوقت، لربما فقط يوحنا الحبيب اللي كان عند الصليب، ولكن المريمات كانوا عند الصليب.
ويذكرها مريم أمه. اللي ثاني يوم صباحا جو المريمات، خرجوا المريمات وجو إلى القبر. مع العلم الرجال ما كانوا يقدرون يطلعون في تلك الفترة، من جو إلى القبر وذهبوا إلى ذهبوا بشروا الرسل بهذا الموضوع. المرأة في المسيحية هي رسولة. ليش قلت هي رسولة؟ هيبوليتوس وصفها بأنها رسولة الرسل. يعني ربنا عندما قال الرسل اذهبوا وعمدوا وتلمذوا جميع الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس، أرسل مريم إلى الرسل وقال لها اذهبي قولي لتلاميذي إني لم أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. إذن مريم كانت رسولة للرسل، هي كانت الشاهدة الأولى على القيامة. أيضا شوفي بعد صعود ربنا إلى السماء تأسست الكنيسة، أو ليس بالصدفة أنه تأسست الكنيسة في بيت امرأة، في بيت مريم من يوحنا مرقس، تأسست الكنيسة هناك. وبعد ما ذهبت الكنيسة إلى أوروبا أيضا ما من باب الصدفة تأسست أيضا في بيت امرأة، وهي ليديا كانت بائعة الأرجوان. كل هذا إيش يوصلنا؟ يوصلنا إلى مرحلة أنه المرأة هي أساس الإيمان، هي التي تعطي الإيمان، هي اللي تعطي خلينا نقول الرجاء في الرب يسوع، هي اللي تقوي بيتها على الإيمان. تمام أبونا. أبونا هلا إذا بدنا نحكي عن قيمة المرأة، شلون عم تتحقق قيمة المرأة بظل هذا التقليد يلي ما عم يتمكن أو ما عم يدرك عظمة المرأة، مكانتها وكمان قيمتها؟ شوفي أول شيء حكينا عن المرأة هي اللي تعطي الحياة، والحياة هي شنو؟ الحياة هي عبارة عن حب وقيمة. فالمرأة المشكلة المرأة أنه مطلوب منها أن يكون إلى حب ويكون إلى قيمة، وهذا الحب وهذه القيمة من المفترض أنه ما تجي من مكان خارجي وتدخل إلى داخلها، بل تنبع من داخلها. لذلك يتحقق قيمة المرأة. الشيء الأول اللي أريد أحكي عنه حتى لا يدركني الوقت، راح أقول أنه قيمة المرأة لا تكتسب من أمر خارجي إلى الداخل، بل تنبع من داخل المرأة. ما يدمر حقيقة، ما يدمر القيمة الداخلية إلى المرأة هي الخطيئة. وحتى أجي أقول شنو هي نوع الخطيئة اللي تدمر القيمة الداخلية إلى المرأة؟ الخطيئة هي الدوران حول النفس، يعني تكون المرأة هي المتربعة على عرشها وليس المسيح متربع على عرش المرأة. أشنو الدوران حول النفس؟ هو الاهتمام بأمور معينة لربما هي ليست جوهرية، هي سطحية. يمكن إذا حكينا على الشكل وحكينا على الجمال وحكينا على الأمور الأخرى، طبعاً ما أتمنى أنه يفهم قصدي أنه الاهتمام بالترتيب أو ترتيب الإنسان بشكل عام سواء الرجل أو المرأة، الترتيب والأناقة والأمور هاي هي خلينا نقول أساسية في حياة كل إنسان. حتى الكتاب يحكي آية عظيمة جداً، يقول آية عظيمة جداً، يقول جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق جميع منى الإنسان. ولكن في بعض الأحيان إذا اهتمت المرأة فقط بنفسها، اهتمت فقط في هاي الأمور وانتظرت قيمة أنه يجي شخص آخر يعطيها تقييم لما تفعله لنفسها، راح تفقد حقيقة هوني قيمتها المرأة. ولكن قيمة المرأة ليس هو بجمالها، بل هو في داخلها، في جوهرها، أنها مخلوقة على صورة الله وأنها هي كيان الله. ما بولس يقول شيء عظيم جداً في هذا المضمار، يقول مربولس يقول يعيش الأحياء لا لأنفسهم بل للمسيح، يعني للمسيح أو للرسالة اللي يعطيها المسيح. المرأة هي التي تعطي الحياة، إذن يجب أن تعيش هاي المرأة هذا الجوهر وهذا الكيان، والترتيب راح يصدر من داخلها إلى خارجها. تمام. الأمر الثاني أيضا شلون تحقق قيمتها المرأة، مثل ما ذكرت المرأة هي ينبوع الحب، لا يبدل حب المرأة أو لا يبدل حب الله في داخل المرأة في حب آخر.
كل محبة وكل حب داخل المرأة يجب أن يكون من الله أو داخل دائرة الله. شوفي برثة لكل إنسان بشكل عام، إذا صح التعبير كنت صرخات حب في داخله. الإنسان محتاج إلى الحب في كثير من الأحيان، وماكو كائن بالعالم يقدر يقدم الحب أكثر من المرأة، ولكن هذا الحب هو اللي يجي من ربنا. ربنا يعطيني، وربنا على الصليب مارفران يتأمل يقول عندما أسلم ربنا يسوع أمه إلى يوحنا المعمدان، وكأنه كان يقول ليوحنا أنت كنت ينبوع من الحب، فاض هذا الينبوع ووصل لعندي وكنت تحبني كثير، ولكن أنا ما قدرت أشوف حب بقدر ما شفته الحب من أمي، فولذلك قال له هذه هي أمك، يعني خذ هذا الحب إلى عندك. وكان ربنا يسوع متأكد أنه راح يحبها لأن العذراء مثل أمه، وراح يعتني بها مثل أمه بعد ما ربنا يصعد إلى السماء. أيضا شيء آخر أحب أن أحكي عليه، أي لا يكون الزواج بالنسبة للمرأة هو لتحقيق الغرض والمعنى في حياتها، بل الزواج هو مساعدة أو معاونة في الإرسالية اللي أعطانا إياها ربنا يسوع المسيح. قد يسأل ناوس يقول أنه ربنا خلق المرأة كمعين نظير، فيكون أمرين، يقول الأمر الأول أنه المعين هو في عدة مرات بالكتاب المقدس ربنا أطلق على نفسه أنه هو المعين. الشيء الثاني اللي يقول المعين هو الشخص الأقوى عندما الضعيف يستضعف ونقول أو يحتاج مساعدة، راح يدخل هذا الشخص الأقوى، فيعتبر المرأة هي الشخص الأقوى اللي راح تدخل إلى حياة الرجل وتعينه. هذا ما يقوله القديس أريناوس. الأمر الثالث أيضا اللي أحب أتكلم عنه أنه تحقق المرأة قيمتها في الوداعة. إياك وأن تخسرين الوداعة. طبعا شلون تخسر المرأة وداعتها؟ تخسر المرأة وداعتها في الصوت العالي، عندما يرتفع صوتها على أحد أفراد بيتها، يمكن على زوجها، يمكن إذا كانت بنت على أهلها، أو يمكن على مجتمعها. أحيانا أو ما أحيانا دائما تخسر المرأة وداعتها. الكتاب المقدس يوصف المرأة في وداعتها، يقول وإن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس رجلها كسائر بني البشر. النقطة الأخيرة اللي أيضا أريد أحكيها في سؤال كيس برثة، أنه المرأة متهمة في الثرثرة، ولكن هي ليست كذلك، هي متهمة في الثرثرة، ولكن ما يصدر عن المرأة أو الكلام الذي يصدر عن المرأة يصل إلى القلب مباشرة. ففي بعض الأحيان عندما يكرر هذا الكلام يصبح ثرثرة. لذلك أنه ما دام أنه المرأة متمثلة في إن العذراء، لازم نتذكر دائما أنه آيتين أو مرتين لوقا البشير والقديس العظيم لوقا البشير أطلق على أمن العذراء، وكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها، مرتين يذكر هذا الحدث. إذن المرأة عندما تتكلم يمكن في بعض الأحيان باللا شعور نمدح بأولادنا أمام شخص ينجرح من عندنا، يمكن نمدح بنجاحاتنا أمام شخص بعد لحد الآن قيقوم ما وصل له نجاح بشكل مباشر أو بشكل صحيح. ولذلك أنه أقول احذري الثرثرة أو احذري الكلام الكثير، حيث الكلام الكثير لا يعطي القيمة، بل الهدوء والوداعة هما اللذان يعطيان القيمة. أكيد أبونا. أبونا كمان إذا بدنا هلا نعرف أكثر عن دور المرأة، ولكن بالمجتمع الكنسي شلون عم ينظر المجتمع الكنسي لدور المرأة، وأيضا كمان ككنيسة سريانية أرثوذكسية عم ليش مو مسموح الكهنوت للمرأة؟ أوكي، شوفي السؤالين رائعين منفصلين، راح أجاوب عليهم باختصار. أول شيء إذا بحثنا عن كنيسة صحيحة سوية، يجب أن نبحث عن عائلة صحيحة سوية، وإذا ردنا عائلة صحيحة سوية
لابد من أن نهتم بالامرأة اللي دورها هو جوهري في هاي العائلة الصحيحة السوية. دور الامرأة في المجتمع أو دور الامرأة في المجتمع الكنسي أو في المجتمع العام هو دور كبير جدا جدا. راح أحكي بمقدمة بسيطة وانطلق منها، أنه الرجال يجيدون التعامل مع الأشياء بشكل ممتاز جدا جدا، يعني يجيد التعامل مع القانون، يجيد التعامل مع آلة، يجيد التعامل مع أمور كثيرة. أما المرأة فتجيد التعامل مع البشر ومع الناس بشكل عام بشكل رائع جدا جدا. حتى هنالك دراسات كانت على الأطفال، يقولون الأطفال الصغار اللي هو الطفل الذكر اللي أحكي عليه، هو يقولون من أنه هو طفل يقدر يشوف المحيط، الشيء المحيط بينه. أما الطفلة اللي هي الأنثى، وأثبتت هذا الدراسات أنه تقدر تستقبل وتأخذ الكلمات اللي هي لغة التواصل، لغة التواصل بالآخرين أسرع من الطفل الذكر. لذلك أنه رسالة المرأة هي في المجتمع أول شيء هي الرسالة الاجتماعية والتربوية. عندما نتكلم عن رسالة اجتماعية تربوية يعني المرأة مهم جدا أن تكون معلمة، ومعلمة في الكنيسة، معلمة بشكل مباشر ومعلمة بشكل غير مباشر. بشكل مباشر من خلال مدارس الأحد مثلا، من خلال التعليم المسيحي اللي يكون دائما، إضافة إلى بشكل غير مباشر من خلال الترميم، حيث الترميم أيضا هو التعليم، وخدمة الشماسات. عندنا في الكنيسة رتبة قديمة جدا جدا، والكنيسة لا تفصل منذ القرن الرابع لا تفصل خدمة الامرأة عن خدمة المذبح إذا صح التعبير. خدمة المذبح ما هو فقط في داخل المذبح. أما من ناحية أنه ليش كنيستنا ما تعطي الكهنوت إلى الامرأة، في الحقيقة هي ليست أنه ما تعطي الكهنوت إلى الامرأة، بل أنه الكنيسة لا تعتبر أنه الرجل هو قطب والامرأة هي قطب ثاني. لا، الكنيسة تعتبر أنه كلاهما هما قطب واحد لديهم شركة. فعندما تعطي الكهنوت للرجل، الامرأة تشترك مع الرجل في الكهنوت، تشترك مع الرجل في الخدمة. ما أنه هي تمنع الامرأة من الخدمة، لا بالعكس تماما. في كنيستنا أنه الرجل هو الكاهن، يعني بطبيعة الحال أنه الرجل له القيادة. وعندما أقول القيادة، مفهوم القيادة في المسيحية هي خدمة. أعظم قائد لألنا جميعا هو يسوع. أش عمل يسوع؟ انحنى وسل أرجل تلاميذه. إذن القيادة هي خدمة. المرأة تشترك مع الرجل بهذه الخدمة، هذا الشيء الأول. الدور المرأة أيضا في المجتمع بشكل عام، هو المرأة المسيحية كأم، كل العظماء اللي خرجوا هي كانوا تربية أمهات رائعات عظيمات قديسات. والكتاب المقدس يذكرنا كثيرين ابتداء من العذراء، حتى قبل أن العذراء اللي كانت مثلا حنة أم صاموئيل وغيرها، وبعد أيضا حتى القديسين والآباء كلهم خرجوا من تحت يد أمهات عظيمات. يمكن أذكر في هذا المضمار أذكر القديسة مونيكا اللي كان ابنها أوسطينوس كان في الخطيئة، مغروس كان في الخطيئة، كانت تبقى تبكي وتصلي من أجله، إلى أن وصلت إلى مرحلة أن القديس أوسطينوس صار عالم كبير في المسيحية، وإلى جانب عالم كبير في المسيحية أصبح قديس في المسيحية. وأمور أخرى أيضا لها دور الامرأة في المجتمع. ربنا مرة من المرات كان يتكلم، صرخت وحدي من النساء قالت طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين أرضعاك. إذن دور المرأة، دور المرأة كمعلمة، دور المرأة كأم، هو حقيقة دور جوهري ما ممكن أن نستغني عنه. وأختم سؤال كيس بارثة بأنه المرأة دور أيضا أن تكون صورة للمسيح في مجتمعها من ناحية الترتيب والتنسيق. شوفي إذا دخلتي إلى أي كنيسة وشفتي هنالك في هاي الكنيسة فوضى معينة في شيء معين، حثي عن دور المرأة
راح تشوفينه غائب في هاي الفوضى. حيث حلت المرأة في الكنيسة كان هنالك الترتيب، كان هنالك التنسيق، كان هنالك كل شيء جميل ومرتب. أيضا المرأة في المجتمع، المجتمع العام، يمكن في عملها، في عملها تكون صورة للمسيح، بحيث تشجع، أو إذا قلت، يمكن إذا أطلقت، إذا قلت تحرر بعض النساء من المجتمعات اللي عايشين بها، المجتمعات ربما اللي ما تفتحت لحد الآن على الحضارة، مجتمعات المقفولة كثير، تشجعهم، تكون معاهم دائما، تقويهم حتى يقدرون أن يمارسون أمومتهم وأن يمارسون وجودهم كنساء في مجتمعاتهم، في بيوتهم، وبالتالي نقدر أن نخلق مجتمع سوي يقدر ويعمل على قيمة الإنسان وعلى خلاص الإنسان. تمام أبونا. أبونا بعد ما وصلنا لختام حديثنا بموضوعنا لليوم، أكيد الموضوع تيكون كتير طويل ونقدر بحلقات تانية نحن نكمله، بكلمة أخيرة تحب تختم فيها موضوعنا وحديثنا لليوم. نعم، في الحقيقة أول شيء شكرا لكم سوبر تي في على هاي الفرص اللي تعطونا هي دائما، أنه نقدر نخرج ونتكلم، وأعطيتنا فرصة كبيرة في الحقيقة أنه نبشر باسم ربنا يسوع وبالمفاهيم المسيحية والإيمانية. الشيء الثاني اللي أريد أيضا أتطرق له، أنه يجب أن ندعم هذا الكيان العظيم اللي هو كيان المرأة، ندعمه حتى يقدر هذا الكيان أن يعطينا الشيء الذي لا نقدر أن نفعله نحن. لا يوجد وكما ذكرت سابقا أنه شيء يقدر أن يفعله الرجل ويتميز به دون المرأة. نحن متساويين في كل شيء، ولكن حتى الأدوار اللي مختلفين إحنا بها، إحنا مشتركين مع بعضنا. الأب والأم يدا بيد تصل العائلة إلى السماء، وحتى تصل العائلة إلى السماء يجب أن تتحد في الكنيسة المقدسة لكي تقدر أن تصل إلى السماء. شكرا لك سبرثا، وشكرا لكل العاملين في سوبورو تي في. تي في ربنا يبارك حياتكم وتودي ساقي لخون دي الخون باسيمو وكون دي الخون توديعين. لو مدام أبونا تودي ساقي لإلك، أكيد للوقت اللي عطيتنا ولكل النقاط المهمة والموضوع الشيق اللي اتطرقت له اليوم وأقدرنا نحكي فيه. تودي ساقي أبونا بارخمر. اللهم بارك تودي ساقي. لو مدام.